أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمعة نون فاء عين من الطائف بعدت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: لدي ثوب نوم يصل طوله أسفل الكعبين، لكني لا أصلي به الفروض الخمسة، وإنما أحيانا وفي النوم أصلي الوتر بهذا الثوب، فهل صلاتي صحيحة؟ يجب على المرأة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها، فإن كان عندها رجال غير محارم فإنها تغطي جميع بدنها حتى الوجه في الصلاة، ولا يظهر من بدنها شيء، لا من الرجلين ولا من اليدين ولا من أي موضع من البدن. الصلاة في الغطاء القاصر عن الرجلين أو عن بعض الرجلين لا تصح به الصلاة، لأنها لا تكون حينئذ ساترة لعورتها. نعم.